اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله طيبون. عدنا والعود احمد وياه، اهلا ومرحبا في مقطع جديد. الفكرة المقطع اليوم عبارة عن ايش؟ راح اجيب افضل 3 زعماء في دارك سولز 1 واسوأ 3 زعماء في دارك سولز 1. راح ارتبهم على الطابع الشخصي هذا في البداية، وراح يكون الترتيب في 3 مقومات. رقم 1 الفخامة، هذا راح تكون أول شيء. رقم 2 القوة، ورقم 3 الأهمية في القصة، أو مثلا هل هو يعني لازم تمر من عند البوس هذا عشان تختم اللعبة. لكن راح أركز على الفخامة والقوة. فراح نبدأ في أسوأ 3 بوسات في لعبة دارك سولز 1، بعدين راح ننتقل إلى 3 أفضل بوسات في دارك سولز 1. فخلونا ننطلق على طول. نقطة إضافية يا شباب، بالنسبة لـ DLC Dark Souls 1، أنتم عارفين طبعاً زعماء الـ DLC Dark Souls 1 كلهم أقوياء، مانوس، أرتوروس، الأسد، كلهم أقوياء مرة. يعني لو بحطهم في الترتيب أخذوهم بالترتيب وراح أظلم البوسات اللي في اللعبة الأساسية. فعشان كذا راح أجيب بوس واحد فقط من الـ DLC، وهيا بنا نبدأ. وفي المركز الثالث يا شباب معانا البوس داركسون جوينتلين. طبعا داركسون جوينتلين يجيك في منتصف اللعبة تقريبا تباريه. طبعا ليش حطيته في المركز الثالث؟ لان احس انه ما في اي خطورة، ممكن بس عنده ضربة واحدة هي اللي خطرة عليك، اللي هي اذا جاء يجمع زي الطاقة زي دراغون بول يفجرها عليك. هذه لو جتك صح، اذا دمك مو بكامل من الممكن ان تموت، من الممكن. لكن اساسا ضعيف مره، بغير بس تمشي تركض في الزقاق هذا وتلحقه وتعطيه ضربه ضربتين وينحاش وتكرر المحاوله. ليش حطيته في المركز الثالث؟ لانه بثر، ما يموت بسرعه، يعني تقعد تلحقه تلحقه تلحقه، يعني ممكن لو انه ما بياخذ وقت منك طويل كان حطيته ممكن في المركز الثاني او الاول. لكن مشكلته انه بثر، يعني ياخذ ضربتين ينحاش يكرر المحاوله. فحطيته في المركز الثالث عشان ما في اي خطوره احس زي ما قلت الا بضربه واحده اللي يسويها. فننتقل للمركز الثاني. في المركز الثاني يا شباب بيست اوف كايوس. طبعا هذا البوس اللي ما ادري وش بي في الدعوه وش بي في الجزء هذا، لان في عباطه بشكل مو طبيعي. يعني البار حق الدم حق حاطينه على الفاضي، لان عباره البوس عن ضربه واحده ويموت. يعني اللي ما لعب الجزء هذا ضربه واحده يموت. لكن ليش حطيته في المركز الثاني؟ لان في ترك الصدق بالنسبه لي ان بيست اوف كايوس اصعب من اللي هو جوين هذا. ليش؟ لأن أنت أول ما تخش اللعبة ما راح تفهم طريقة مواجهتك للبوس هذا، لأن فيه حوسة، فيه لخمة، الجدار اللي تحتك يطيح، الأرضية اللي تحتك تطيح، لازم تروح يمين يسار تكتشف كيف تموت البوس هذا. فلا اكتشفته وعرفت ميكانيكية البوس، خلاص ما راح يكون له أي خطورة، ما راح يكون له أي صعوبة، يكون الوضع روتيني بحت. يعني تروح تضرب هنا تضرب هناك، تروح في النص تقضي عليه، اقضي على قضاي، السلام عليكم وعليكم السلام. فزي ما قلت ليش حطيته في المركز الثاني؟ لان في بثارة في البداية، يعني اول تختيمة لك ممكن راح تموت 4-5 مرات عشان تعرف كيف تموت البوس هذا. والان ننتقل للمركز الاول اللي فاز بجدارة كأسوأ بوس في لعبة دارك سولز 1 بالنسبة لي. خلوكم مع المركز. وفي المركز الاول يا شباب يفوز فيها اكثر بوس مستفز في اللعبة وعبيط وبايخ، اللي هو بينويل الظاهر اسمه. هذا البوس يا شباب يا انه متخلف بشكل، انا ما ادري ليش حاطينه في اللعبة هذه. يعني ممكن واحد اول مرة يلعب سوني في حياته يمدي يفوز عليه، ما منه أي فائدة. الشيء المفيد اللي بيسوي لك إنه يعطيك الآيتم حقه، خرافي الآيتم حقه اللي هو القناع اللي تلبسه حق الاستامينا. غير كذا ما منه أي خطورة،
يعني امشي لا تصد بس امشي كذا وراح اضرب امشي واضرب ويسوي حركات بهلوانية بدون اي داعي. فبالنسبة لي هذا اسوأ بوس واضعف بوس في لعبة دارك سولز 1. وفي المركز الثالث لأفضل ثلاث بوسات في لعبة دارك سولز 1، الأسطورة الساطورة نيتو يا حبيبي، أو كما أحب أن أسميه نترو. البوس هذا يا شباب يا أنه هبلبي يا أنه صفقني. ليش البوس هذا من أقوى ثلاث بوسات في اللعبة وأفخمهم؟ طبعا زي ما قلت لكم على الترتيب، بالنسبة لي أنا أحكم من الفخامة وأحكم من القوة. كشيء أهمية للقصة معروف أنه لازم تفوز على نيتو عشان تجمع الأرواح الأربعة عشان تفتح باب جوين، فهذه أهميته منتهي منها. لكن بالنسبة للفخامة فخم بشكل مو طبيعي، أنا مرة عاجبني البوس هذا، والقوة برضه قوته لا تستهان فيها. أنا والله بغيت أحطه هل هو ولا فور كينجز، لكن قررت أني أتذكرت أنه صفقني كثير وحطيته هو. كيف بثر ذا البوس؟ يجون معاه هياكل عظمية، الهياكل العظمية هذه ما تموت إلا بسيف محدد أو من نفس نيتو نفسه، أما أنه يسوي الانفجار الكبير عشان يموتهم أو أنك تموتهم بسيف معين عشان ما يرجعون مرة ثانية، وكل شوي يرسبنهم وكل شوي يرسبنهم. فيعني أنت تقاتل نيتو وفي نفس الوقت تقاتل اللي هو الهياكل العظمية. إذا أنت جيت للبوس هذا وبلدك أبو كلب أو أنك ما أنت ملفل زين، صدقني راح تك عنده 3 أيام. لكن لو انت جاية بلد محترم وكويس امورك بتمشي زي اللوز. فكان ودي والله حطه للمركز الثاني، لكن في مراكز اعلى منه اقوى منه بكثير، لكن بالنسبة لي اشوفه يستاهل المركز الثالث وبجدارة. وفي المركز الثاني في افضل واقوى زعماء في لعبة دارك سولز 1 يا حبيبي، هل في استغناء عن سيف يا حبيبي؟ يستاهل بالجدار المركز الثاني. همزح همزح مصدقين. تخيل بالله حط سيف، بالله تخيل، روح للمركز الثاني صدقي. في المركز الثاني يا حبيبي انت وياه الدب النحيف سموك، والثاني أورستين. يا الزعيم هذا ما انه غثيث ويا انه فخم، من أفضل وأرهب الزعماء ممكن في سلسلة ألعاب السولز كلها. قدموا لنا شركة دارك سولز اللي هم فروم سوفتوير تحفة فنية، إنك تباري 2 في وقت واحد، واحد منهم سريع وخفيف وواحد منهم بطيء وضرباته قوية. كانت فكرة جبارة، وكان البوس يعني أنت الحين لو فزت على واحد منهم خلاص تقول بقالي الثاني، لا الثاني ياخذ قوة الأول. يعني مثلا سموك لا موته أورستين يصير كبير وياخذ قوة سموك، فيصير سريع وكبير وضرباته أقوى. فيعني كان بوس محبوك حبكة صحيحة، وكان القتال حقه ممتع بشكل يا أن طلع شيخ الشيب من راسي مباريته في بدايتي في اللعبة. ولذلك أشوف أن الدب والنحيف يستاهلون المركز الثاني وبجدارة، لأنهم يعني بوس خرافي رهيب، ما راح يعني مستحيل ما راح تواجه صعوبة ضدهم مستحيل. حتى وانت معك أخوياك مثلا، هذا أمسك ذا وأنا أمسك ذا، كان في متعة في القتال، فيستاهل المركز الثاني وبجدارة. ننتقل للمركز الأول على طول. جينجيتسو ميرو. وفي المركز الأول يستحقها وبكل أريحية وسهولة نايتس أرتوريوس.
يا شباب قديش لو تعلمون قديش أحب البوس هذا، قديش تعبني ذا البوس. هذا البوس تحسه بداية الانطلاقة لكل ألعاب السولز، لكل صعوبة السولز، صعوبة دارك سولز 2، صعوبة دارك سولز 3، صعوبة إلدر رينج. يعني البوس هذا ممكن من الأوائل اللي جمعوا بين الضربات اللي تأخر فيها لا جاي يضربك والضربات السريعة. كان جبار أرتوريس بشكل مو طبيعي، يعني كان متعبنا تعب مو طبيعي، كان سريع في نفس الوقت ضرباته قوية، في نفس الوقت يسوي دوج للضربات، يعني كان عنده مقومات رهيبة. يعني لو أنت ما جيته وبلدك خرافي وسلاحه قوي تنجلد عنده جلد مو طبيعي. فأنا أشوف أنه يجمع الفخامة ويجمع القوة ويجمع القصة. هي قصة أرتوريس، فكفخامة فخم بشكل مو طبيعي، وكقوة قوي بشكل مو طبيعي. مع أن مانوس بالنسبة لي الصدق أقوى منه، مانوس أقوى من أرتوريس، لكن بالنسبة لي طبيعي أن مانوس أقوى المفروض لأنه فاز عليه بالقصة. لكن أنا بالنسبة لي أرتوريس تعبني أكثر من مانوس، لأنه هو زي اللي صغير في نفس الوقت سريع في نفس الوقت ضربات قوية. أما مانوس كبير، صح أنه مانوس سريع لكن كبير يمديك تشوف ضربات أحس. فهذا هو الترتيب بالنسبة لي. هل تتفقون معي أو تختلفون؟ اكتبوا لنا في الكومنت تحت وش أقوى بوسات عندكم وش أسوأها عندكم. يعطيكم العافية على المشاهدة، وإن شاء الله بإذن الله نسوي برضو توب ليست لدارك سولز 2، ممكن دارك سولز 3، على إن شاء الله لكل حادث حديث بإذن الله. يعطيكم العافية على المشاهدة ونراكم على خير بإذن الله.